السلام عليكم كديري، لاباس عليكم؟ بخير كديري، مع الصحيحه. بديتو الدخول في المدرسه ولا باقيين؟ الجري ديال الكتب وتعليم الادوات غلف غلف. المهم الحمد لله في المدارس كندورو مع هادشي اللي كاين، وفي ما تشوفوني لابسه لكم هاد العبايه كحله، عارفه القضيه فيها الشيلان، وماشي اي شيلان، الشيلان اختي ديال الزاز الكريب بلي ستراس اللي وصيتوني عليه، وتا انا كنت باغاه الصراحه، كنت كنتسنى المحل اللي كنتقدم له يدخلوا لي هاد الموديلات هادو ديال الكريب. شوفوا ليا كيمشيو مع العبايه، مع جليلبه، مع قفيطنات، مع تكاشط، مع اي حاجه كيمشيو، حتى مع الرومي، علاش لا؟ تكون هكا شي لبسه شومي سامبل ولا شي كسيوه سامبل، وكيدار معاه بحال هادو، كيعطي واحد اللمعه، ماشي كله فيه لي ستراس، ولكن من هاد الشيء. بالنسبه للشده انا درت هادي، حيت غادي نوريكم دابا الشده الاخرى، غادي نبقى نلوحوا عليه باش نوريه لكم. وكاين حتى المهم غتخليكم معايا في الفيديو كامل باش تشوفوا الموديلات اللي كاينين. كاين الكريب مزوق بحال هكا، هادو غنوريكم التلوينه كامله ديال الكريب مزوق. شوفوا الثوب كي طايح، ما كنجيبش لكم اي حاجه، الحاجه اللي ما غنديرهاش انا في قراصي ما نجيبهاش ليه. وكاينين اختي هادو ديال المناسبات، فيهم ثمن واعر، مشيت نتقدم المحل لقيتو دايرهم سولد، وانا نجيبهم لكم، حتى انا غنديرهم لكم سولد، ما غنبيعهمش بشي ثمن زايد، والثمن غيصدمكم ديال هادو. شوفوا ليا الشيلان ديال المناسبات خطيرين هادو، اما هادو كيتلبسوا كل نهار هما، وهاد الاخرين خليك اختي معايا في الفيديو ان شاء الله باش نوريك اللوينات كاملين تشوفيهم وكاع الموديلات اللي عندي. ونبداو على بركه الله، كما شفتوا هاد الكري هذا هو الاول، فهاد اللوينه بعدا هاد الموديل غنوريه لكم هو الاول، وراه كل واحد فيه زواقه، ماشي كلهم بحال بحال. وانا الشده اللي كتعجبني مع هادو كيعجبني ندير معاهم بوني هكا لتحت، هذا اللي كيتخشى كامل، هادو 20 درهم راه عندي كنبيعهم ب 20 درهم الواحد، هاد التحتاني وصافي. هذا كيعجبني غير اللوحو بحال هكا، كيعطي واحد الشكل زوين، خصوصا هاد لي ستراس اللي فيه هنا كيبقى هكا ملوح غزال. هادي بالنسبه للشده اللي كنتي خارجه مفركسه معروضه، ماشي ديال الخدمه وديال كل نهار، حيت غيبقى يهبط لك الشعر هادو. ولا بغيتي ديري الشده الاولى اللي كدايره كديريها. المهم اللي بغات تجي المحل، محل في مدينه كازا في حي مولاي رشيد، الاقامات ديال البيضه مقابله مع مدرسه الترمذي، اللي ما تقدرش تجي راه توصيل جميع المدن. جبدي اختي جلباتك اللي خاصك ليها شي فولار، سكنيني جوج ثلاثه راه نصيفطهم لك كاملين ان شاء الله. مرحبا والف مرحبا، كما قلت لكم شوفوا ليا هذا كري مفتوح هو الاول، غنوريه لكم باش نوريكم الاخرين حتى هما. شوفوا هذا الزواقه اللي فيه كديره، وندوزو الاخرين. كاين هاد اللوين هذا، شوفوا هذا حتى هو الزواقه اللي فيه، هادو راهم كبار وكريب. شوفوا العرض وشوفوا الكبر ديالها، عراض وطوال، وكيجي لي ستراس هكا في الجنب، اللون في اللون في لون الثوب. شوفوا ليا لي ستراس في اللون ديال الثوب، اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها عندك اختي شي مناسبات حصلتي في الشيلان اللي ديري مع قفيطناتك، حيت دابا ما بقاش مناسبات فيهم داك الشال اللي كيكون فيه سقلي بزاف، ولا داك الورد سقلي بحال اللي كنا تنديرو شحال هادي، لما درناش الصم فوق راسنا ما تنتهناوش. ولكن هادو ولاو كيحمقوني انا مع التكاشط. شوف مع العبايه مع كسيوات كيمشيو مع كلشي، الا عجبك هاد اللون هذا ما عليك غير تسكريني، انا نحيد هذا باش ما نزربش عليكم، حيت باقي عندي وما بغيتش الفيديو يجي طويل بزاف. كاين تبارك الله ثلاثه الموديلات اللي جبت لكم، شنو اخر؟ كاين هاد اللوين هذا شويبي، هاد الشيبي فيه الزواقه بحال هادي اللي دايره انا، هاد الشيبي هذا ولي ستراس راه شواروفسكي لاصق، انا ملي كنبغي نشري كنقلبو عندو بيديه، واش كيتفرت دغيا كيطيح الحجر، ما كيطيحش دغيا. ها نتوما نجربو تحداكم، ها كديريه كره كيتساس الا كان كيتحيد. شوفوا ليا هذا حتى هو كيجي غزال تبارك الله في الشده ديالو، تكون عندك شي تكشاطه في هاد اللون، قفيطين اولا شي جليبه، خصوصا دابا تبارك الله حنا مقبلين على ذكرى المولد النبوي الشريف، كنزورو بعضياتنا في العائله في هاد النهار هذا، غادي تبغي بحال هكا شي حاجه اللي كتكون باينه. شوش درت انا ياسين؟ المهم ندير معكم واحد اخر كيما قلت لكم اللي عجبها هذا سكرين هاد اللوين اللي وريتها لكم، فين غنحطهم هنا باش ما نعاودش نرجع ليهم، ندير واحد اخر وانا معاكم. وشوفوا ليا هاد الباج حتى هو، هذا ما فيش الحجر بزاف، فيه غير خطيط بحال هكا، صافي راه غادي فيه غير هذا وهذا، الناس اللي ما تتبغيش لي ستراس بزاف
في غير هاد خطيط وهذا. وهادو الثمن هما البنات 80 درهم، 80 درهم الواحد. راه وريتكم الكاليتي ديال الكريب والكبر ديالهم، راه الثمن كيختلف حتى الا كان صغيرة ولا مقموع من هنا ما كيوصلش ما هابطش، راه كيكون الثمن قل. اما هادو تبارك الله ما شاء الله عراض وكبار. وها هما اللوينات الاخرين الباقين، هذا الموف حتى هو هذا راه موف، ما عطيش في الصوره مزيان، ما عرفتش علاش، يمكن ما ضم قابل معايا. هذا موف، شوفوا لي لي ستراس اللي فيه فنين، هادو واعرين عجبوني صراحه. وكاين البلوجين، ها هو البلوجين، راه تباعوا منهم جوج، تباع الباج المغلوق ديال هذا وتباع الكراميل داك اللون القرفي اللي تنقول لكم كيعجبني ديما. هذا حتى هو البلوجين، اها. وكاين هذا، شوفوا لي الزواق اللي في هذا شحال فنه، شوفوا شوف هادشي، في زواق غزال هذا عجبتني، قربت باش يبان ليكم. المهم لي عجبتها شي حاجه ما عليها غير تسكريني كيما قلت لكم وتصيفط لي في واتساب. وباقي واحد هو الاخر غادي نلبسو ليكم، والاخر اختي هو النواغ الكحل في الكحل، كيجاني الكحل كامل. شوفوا شوفوا اللمع اللي فيه، لي ستراس كلهم اختاريتهم اللون في اللون كلهم، فيه زواق اخرى ماشي بحال اللولين. هذا شوفوا شنو فيه، كتجي بحال هكا غير فهاد الجهه صافي، غير فوق الراس. انتي ماشي من النوع اللي كيبغي الحجر ولا لي ستراس، كديري هادي كديري هنا اللون. هانتوما جبت لكم عراض، شوفوا فين واصل طايحنيته وضهريته لتحت طوالين. العرض ديالو يعني عريض كيغطي الراس كامل، تقدري ديري الشدات اللي حبيتي، اي شده بغيتي ديريها ديريها، بغيتي دوبلي لي ستراس يجي الراس كله لي ستراس كدوبلي بحال هكا. هاد الدوره الاولى هي هادي، والدوره الثانيه هاي، كيجي كله كيلمع. وبصحة وراحة اختي، كيما قلت لك اللي عجباتك سكريني وصيفطيها ليا في الواتساب. انا راه كنجاوب في الواتساب، لما جاوبتكش في البلاصه راه غير كندخل كنجاوب، لان تيكون بعد مرات المحل عامر ما كنقدرش نخلي الناس واقفين ونمشي انا نجاوب في التليفون حشومه. نكملوا بعدا مع الناس اللي قدامنا ونشوفوا الناس ديال الواتساب، راه ما كنتعطلش عليكم بزاف، كل نص ساعه ربع ساعه كنقلب التليفون. وندوزو دابا اختي اللوينات الاخرين ان شاء الله، الموديلات الاخرين. هذا الموديل ديال الكريب ب 80 درهم، هذا اللي فيه لي ستراس ها هو ساله. هادو البنات راه ثمنهم 100 درهم، راه غات اللي كيسولوا فيكم على لي شال راه غتعرفوا ثمن هادو شحال داير، راه 100 درهم. انا درت لكم 80 درهم اللي هي 8 اورو اللي هي 16 مية. وندوزو اختي دابا باش نوريكم الاخرين اللي مزوقين. وشوفوا ليا هاد الموديل كي كيجي في اللبسه ديالو، حتى هو عريض وكيجي بحال هكا طوال وعراض كريب. هادو شوفوا هاد اللوين هذا، راه ولي كنقولوا ليه موف اينوي، كنتمنى يبان لكم، راه باين اللون انا في الكاميرا هنا كيبان لي، راه باين لكم مزيان. الاخر اللي قلت لكم ما باينش داك الموف هو اللي ما باينش، هذا لونه هو هذا. والشده بطبيعه الحال راه نتوما غادي تفننوا في الشده كيف ما بغيتوا، على حساب شنو اللي تيجي معاكم، شنو الشده اللي كتفضلوا. البوني ماشي ضروري انكم ديروه، انا درت واحد دابا كنبدل كل مره باش ما يتعرش ليا عنقي من هنا، وهذا داكشي علاش درت البوني. تقدروا هاد الشده الا كتعجبكم ديري بحال هكا، ديري فنيته هنا وهنا بحال هكا، فنيتات ما كيبانوش كيبقى ثابت النهار كامل، كنتي صوني هنايا كما قلت لكم كيبقى ثابت النهار كامل، كديري فنيته هنا مع البوني كتلصق هنا وحده وهنا وحده صافي. هذا تقدري تخليه بحال هكا ما عندكش مشكل، حيت شاده من هنا ومن هنا. هذا ما كان نوريكم اختي اللوينات اللي في هذا الموديل هذا، شوفوا البلوجين مع الباج صريرق فنين. هذا الارض مسكي، وهذا الارض راه بيضاء، ردوا البال من تبغيو تشريو ردوا البال مزيان، باش ماشي توصلكم الحاجه وتقولوا ما رديتش البال هذه كيصحبني هذه بحال هذه. ردي البال مزيان، اي حاجه اي حاجه بغيتي تسولي عليها سوليني، ما تحشميش، مرحبا الف مرحبا، بحال خصك الدنيا هانيه، دوزي الواتساب سولي على اي حاجه، قولي لي عاودي صوري لي نعاود نصور لك وكلشي. هذا في البلوتشين، وشوفوا لي العبار ديالهم قداش،
هذا العرض ديالو يعني راه عريض وكبار، صورتهم لكم واضحين. كاين اللون الاخر اللي هو هذا الواغ ديالو، شوفوا الكحل ديالو شحال زين، شوفوا لي الكحل، الكحل ديالو فن حتى هو مدوبل توب باش يبان لكم مزيان. الكحل داخل فيه هذا اللوين، وهذا بحال كما كتشوفوا بحال الباج، باج مصفر، وداخل فيه هذا الغوص. ماشي غوص هذا، داك بحال الموفين، بحال هذا اللون اللي عندي يمكن هو اللي داخل معاه. المهم اللي عجبتها شي حاجه مع الكاختي غير تسكريني هادشي. نكمل لكم الالوان، كاين الكري، الكري والابيض، شوفوا ليا هذا راه يجيني تم مع العبايه هذه، حتى يجي منها زويون الابيض والكري. كاين اختي هاد البلوسيال شويبي، شيبي الارض بيضة وداخل فيه هاد الباج كما كتشوفي، فنيوني لوينات مهادنين، مبغيتش نجيب داكشي لي مشارجي بزاف، عندها ديجا شي موديلات لي مشارجين، مرة كنجيب هاكا ومرة هاكا. شوفوا ليا هذا فيه الخضر خزي، وهاد الخضيضر هذا مفتوح، هاد القصبي والبيض، أولا الأرض باج هذا شوفوا الخضيضر. يلا اللي حاصلة فشي جلابة باقا عندها بلاصة اليوم نهنيكم، هذا داخل فيه الغوج بريك والأرض في الباج، غوج بريك تا هو كيحمق، عجبني هاد اللوين كلهم. هادو لي شار طوال تقريبا اليوم، هادشي كله اللي جديكم لي شار. وكاين هذا البيض في الغوج بريك، هذا راه قريب لاخر نوريه، هذا الأرض بيضة وهذا الأرض باج مصفرة، شوفو نتوما على حساب لي تيجيكم في وجهكم. المهم لي عجبها هذا تسكريني، معلك غير ديري سكرين ودوزي الواتساب قولي خلي ليا هذا وهذا وهذا، كتعطيني العنوان السمية والكنية راه كنصيفطهم لك ان شاء الله، ونمرة التليفون اللي كتجاوبي فيها على المكالمات هي اللي كتعطيني ماشي ديال الواتساب، وصافي راه كيجيبوها لك اختي حتى لباب الدار. شوفوا ليا اللوينات، وهنا ها هما وريتهم لكم كيفاش كيجيو في الشدة، كيجيو زوينين. واخيرا الاورانج والبيض والموف، شوفوا ليا وتويب طايح، ما كيزمطوش في الودنين ما حتى شي حاجه، انا ما نقدرش ندير شي حاجه اللي تزمتني في ودني. كملنا هادو، غادي ندوزو لكم اختي لهادو، هادو ثمنهم 60 درهم البنات، 60 درهم شوفوا ليا، وراه ماشي ثمنهم 60 درهم، اكيد اللي حدا شي قصاري تسول. هادو ديال المسلين فنين، ضروري نجرب لكم شي واحد تخشيت بزاف في الضو، نقيس لكم فيهم شي حاجه شوفوا ليا، ما عرفتش واش كيبان ولا لا. هذا البيض وهذاك الباج، غنوريكم اللوينات ديال هادو. كاين اختي خضيضر بيستاج، واش يبان لكم من بعيد ولا حتى مقرب، هانت اختي هذا خضر بيستاج، ها عندنا البيترولي، هاد الخضيضر هذا خضر كناري اولا بيترولي، الا عندك شي قفيطين في هذا اللون، شي تكشيطه مخدومه بهذا اللون، هادو راه ديال تكاشطو ديال القفاطن خصيصا للعراسات والمناسبات، كاع اللوان عندي فيهم ما شاء الله. هذا البيترولي راه فيه هذا وفيه هذا اللي مخضر شويه، شوفوا الفرق بيناتهم، كاين هذا وهذا فنين، ما فيهمش الثقل اللي كيحرق في الوجه ولا في شي حاجه، داك اللي كتديرو كيبقى يقرصك، سامبر طيبين زوينين. هادو الموسلين 60 درهم ثمن هادو البنات، والشيلان حقات الكريب اللي دوزت هادو، هادو تما 80 درهم، هادو 1600 وخرين 1600 وهادو 1200 فقط. شوفوا الكري، هذا كري، هذا تيركو، شوفوا ليا الكحل، الكحل ديالو خطير حتى هو، تلبس لكم شي واحد، شوفوا لي الكحل كي جا وكي كيبان. بالنسبه اللي بغات ديروا مع شي عبايه ديال الحضور اولا عندك شي حاجه هكا اللي تبغي ليها الكحل، كيجي زوين في اللبسه. شوفي معايا البلورو، شوفي كي داير،
معفن ورطيه طبعاً خفاف. راكم عارفين المناسبات كيكون الصهد والحال سخون كيجي فني في البيصه. باقي اختي شنو الالوان ما صورتش لكم؟ هذا المسكي، هذا المسكي ماشي الابيض اللي صورت كبيره، راه كيبان لونه. وكاين هذا البيج، البيج راه اكيد هذا بيج برونز، كيمشي مع اي حاجه اللي مخدومه بالصم، كيمشي مع هذا اللون هذا وهذا البلورو. الا عندك شي قفيطين في البلورو تكسيطه في البلورو مخدومه بالصم تقدري دير لها شال بلورو، ماشي ضروري اي حاجه لونها ما نديروش شال لونها، بالعكس كيجي زوين كتخلي الخدمه تبان وكتخلي الصم يبان. وهذا ديريه معاها بحال هكا، نوريكم واحد الوحيده زرقاء هذه ديال الكره، هذه هانتوما كي دايره، شوفوا كي غيجي معاها الزرق، ماشي نوريكم هانتوما جا غزال ماشي حيد لك هاد العلاقه، نعطيكم غير مجرد فكره وصافي، حيت كنشوف بزاف كيجيو يكريو عندي تتقول لك لا انا خصني ندير ليها شال بيج، وهو بالعكس هانتي كي جات اختي بالبلورو كتخلي الخديمه تبان وتخلي اللبسه كامله زرقاء وتخلي الصم ديالها يبان، كتجي فنيونه في اللبسه. المهم هذه من التكاش اللي كنكريهم هادو ديال الكره. وشكرا لكم اختي على المتابعه ولهلي اختكم عليا كاملين. الله عاد اختار على التكاش ديال الكره، ها نتوما الزازه ديال جديده هذه يلاه كملات فيها افتحي في الجناب، يلا كملات لينا هذه في الخدمه ديالها، روعه روعه يلا كملات هي. وهذه هاي في الكاشيري في الترابي والكرونه، وهذه في الغوص فوسيا هابطه خدمه ملكيه عامره تبارك الله ما شاء الله، وهابطه الخدمه ديالها حتى لتحت. المهم اللي خصها شي حاجه الكره مرحبا بكم حيت ما تنشاركش معكم ديال الكره بزاف حيت عندي عدد قليل، تقريبا هادو كاملين ديال الكره تلعب، هادشي كله ديال الكره كاش ديال الكره، داكشي اش ما كنبغيش نبارطاجي معكم حتى نخاف يجيو الناس بزاف وما يكفانيش العدد اللي عندي، وحيت كيتباع تبارك الله ما شاء الله كيتباعوا. شحال من وحده كنحط شي حاجه الكره تقول لي واش بشحال واش باقا جديده، كنقولها باقا جديده يلا حطيتها كتقول لي بيعيها لي، نوريكم وحده اخرى هي جديده هذه، شوفوا ليا الخدمه اللي فيها وشوفوا الثوب كي داير، هذه باقا جديده حتى هي، وهذا الغوز وهذا هذا الترابي، هادو ثلاثه جداد يلا كملوا هاد السيمانه مؤخرا. او شكرا لكم بزاف اختي وسلام عليكم، ما نطولش عليكم بزاف، واللي عجبها شي شال ولا اي حاجه ما عليك غير سكريني وصيفط ليا في الواتساب. مرحبا الف مرحبا.